كل اللي يتابعوني مو بس هلا بعثلا، كل اللي يتابعوني جماعة اليوم الفيديو، اليوم الفيديو أسئلة وأجوبة. أنا رح أسأل ماما، نشوف ماما تعرفني لا 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 نص ونص، فراحة ما تجنش مع النقاط اللي ما تحب يعني تعرفني شو اسمه. إذا كان تعرفني حصلها نقطة، هذا ما عرفتني حصلت، فراح تخسر بعيد النقطة. وطبعا قبل أن نبدأ الفيديو لايك والاشتراك في القناة، تابعوني على الانستغرام هنا في صندوق الوصف حتلقوه. وكانت الفيديو طبعا راح اطلع الاسئله بالموبايل واشوف ماما ايش قد تعرفني من نسبه من 10. طبعا اول سؤال، يلا بسم الله. يا لون احب البس، يا لون تحبين تلبسين؟ والله انا دائما اشتري ليش لون الوردي. بس انتي الوردي؟ لا الاسود. على شنو يا لون؟ زيتوني. دائما نطلع حلا على زيتوني. زيتوني صدق. دائما احب الملابس العسكريه زيتوني. اوكي السؤال الثاني، انا احب البيت. اي انت ما تحبين الطلعه؟ احب النوم. تحبين البيت؟ احب النوم. زين السؤال الثالث، راح هسه ماما بحصله نقطتين. السؤال الثالث، اني احب ياكل. انتي؟ انتي تحبين كل الاكل. لا 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 ماكو، انتي تحبين كل الاكل. شنو تخليين مش تاكلين؟ اسالك اكلات ما شنو الاكلات؟ والله قولي لي شنو الاكلات اللي انت ما تحبيها. كم اكلات بدأت تقول لازقيني في الباميه وهالمره القيام بالبيت. اليوم لا عاد اسوي تشريب مال باميه. لا اليوم ما اعرف شنو الاكل. لا بصلك شنو الاكله اللي تحبيها؟ اندومي. كليتنا نحب احنا هذا الاندومي. والله قاعده ما تجيب فوائد. السؤال هسه السؤال الرابع، ماما خسرت بهاي النقطة، فصراحة ساعتها نقطة واحدة، لأن هي كل ما تخسر النقطة أو ما أو كل ما جاوب على السؤال راح يخسر ساعتها نقطة، بس ساعتها ماما بس نقطة. أوكي السؤال الرابع، أنا ترى هذا غش. أوكفي أوكفي، شنو عينان جاوبت على ثلاثة؟ إيه شنو الثلاثة أنت ما جاوبتي علي؟ كل ما تخسري أنت عشان بس نقطة واحدة؟ إيه هاي شنو هاي غدر؟ هاي شرطة من اللعبة. اوكي السؤال الرابع، انا احب اطلع لولا. لا ما تحبين تطلعين، وقوه اسحلش سحل حد ما مطلعين، وكل ما اريد نطلع القاش نايمة. قلت لكم من زمان انه يحب النوم يعني ذكرناها. حسيتي صرتي نقطتين. زين نشد. وين اروح؟ تنامين؟ لا 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 مو تنامين، استغفر الله، تقعدين ومغنتبة وتردين تتعاركين. زين زين زين، هذا السؤال من عندي وهو ما مكتوب ويا الأسئلة، بس أنا أحسن ويا من أتعارك أكثر؟ ها ويا عبد الله. بين السالفة ويا عبد الله. ويا عبد الله، هلا قول شو بنقول عبد الله؟ حتى ماما بسبب الفجر يصير ليش ما غير هي عشان سر الحرشة. السؤال الخامس، لا السؤال السادس، قلنا هسه انت بجاوب على اربعه، فصرتي اربع نقاط. انا احب يا دوله. انت طبعا يوميه دوله، لا بس, لا لا بس مركزه أكثر. اكثر شيء على الصين. انا متاكده ان انا احب الصيني، لان اكثر دوله احبها دائما. الشخص اللي يحب الدوله دائما يبع عليهم، فاعرف دائما احكي الصين. الناس كلها تنهز من الصين وتروح للصين. رونا نلقاش هناك لوحدك. انت وهذا اللي تشخي تشخي ما ادري شنو. لا هاي الشاي بالياباني. يلا. نيهاو. نيهاو. نيهاو يلا. اوكي. يا نو هسه امك سؤال من عندي. اكثر دولة اكرهها. تكرهيها؟ اي. والله ما اعرف اي دولة تكرهين منه. مبينة يعني اكو تشابه يعني شيء. يا دولة اكفي شنو اي دولة تكرهين؟ والله ما اعرف. امريكا؟ امريكا انا ما احب اموت منها.
تم تكرهيها ولا اعرف يلا نزل هسه عرفت كل ما لك انا كل انا ما بريك ولا يمي يا نوع من الحيوانات احب انت تحبين البزون كلش تحبين البزازين زين اكل ثاني نوع اي شنو كل شيء بعد ما تحبين بس لا البزون لا احب نوع ثاني شنو هذا النوع الثاني والله مو قلت لك يمكن تفضلي سيلي سيلي اسالي يمكن قاعد تخترع لها هسه سؤال عندي سؤال ثالث طبعا هاي سؤال اسئله من عندي هاي سؤال ثالث أكثر هاي أسئلة خارجية. إيه هاي أسئلة خارجية أكثر حيوانك تكرهين؟ تكرهين؟ أبو بريس؟ هاي مو حشرات هذه. لا لا هو مو ما تجيني أعتبر حيوان. لا حشرات هذه. لا يلا أبو حشرات. من الحشر إيه أبو بريس مرداني. 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 شبيه هي مردانة شكت حلوة صديقة العائلة كل بيت تلقيها عقلناها شنو الحيوان او يا نوع من الحيوان من الحيوانات احب مو قلنا البزون لا احب ما قلناها مره ما تتذكر شنو اسم الثاني شنو اسمك الثاني اسمك مياو والله باعوا هذه هاي معلومة أقول لكم إياها ترى هاي اسمها مياو هبل نالي هذه سيمو اسمها مياو هبل هذا بابا مسميها من هي صغيرونة أسامي حلوة يعني طبعا هم تعرفوا أسامي ثانية بس واحد يستحي مرات يقول هذه نعترف لكم هاي اسمها مياو هبل مياو هبل مياو ما قد ما تحب البزازين فأنا أحب البزازين فسموني مياو هبل ليش مش نلعب البزازين؟ يلا كرايزي. أوكي منو يعرف وزنك قد؟ وزنك؟ والله ما نعرف بس أنت سمنانة سمنانة ضعفانة لا 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 سمنانة أنت لا سمنانة أنت بكيفك؟ ضعفانة بسيطة بسيطة أوكي شيء بسيطة نشتري ميزان ونوزنك ونشوف شوفوا انا يمكن وزني 30 فوق 30 بشوي يمكن 38 هيجي 38 وبعمرك وتقولين ضعفانه لعد بعد سنتين تصيرين 60 يلا شلون وصلنا 60؟ انا احب النوم لو لا اكيد 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 تحبين النوم شوفها صار كم سؤال انا اعرف ولا حسبني هسه انا قاعد احسبه هذا السؤال الأخير ولا راح يفصل وبابا راح يشوف الفيديو بلا دائما بابا يشوف الفيديو إيش أنا أحب بابا لو ماما بابا لو ماما هالسؤال الطائفي مال بابا هذا من هنا زرعت الطائفية تحبون بابا لو ماما والله أحب دائما بالبيت أصير طائفية بابا لو ماما يقول بابا ما حد يحب ماما يقول ماما بابا رايز على اي فانتي من اهل بابا انتي تحبين بابا وهذا السؤال الطائفي مالتكم زين واني زعلت بعد هاي هي اني زعلت بعد هاي هي بعد ما يخم وينك بابا شفت هذا الطائفيه شفت وين وصلتني يلا يلا ولنا وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله عجبكم الفيديو وحبيتوا اذا حبيتوا لا تسوون لايك والاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس وروح تابعوا انستغرام انستغرام ماما وهم تروح اشتركوا بقناة ماما و